قناة MBC تأسست مجموعة MBC في لندن عام 1991، حيث انطلقت قناة MBC كأول قناة فضائية عربية خاصة عبر الأقمار الصناعية، قبل أن تنتقل المجموعة إلى دبي في عام 2002. وفي عام 2022 جاءت عملية انتقال المقر الرئيسي إلى العاصمة السعودية الرياض، لتؤرخ لمرحلة جديدة من النمو والتوسع تخوضها المجموعة، التي تنضوي تحت مظلتها منصة شاهد، التي تعد أكبر مزود للأعمال الأصلية العربية في العالم. وإليكم مذيعي قناة MBC بعد 32 عاماً من انطلاق القناة. Thank you.